سجلت مملكة البحرين ارتفاعا في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائيات لها تسجيل 101 حالة قائمة جديدة، منها 37 حالة لعمالة وافدة و32 حالة لمخالطين لحالات قائمة، إضافة إلى 32 حالة قادمة من الخارج، في حين لم تسجل أي حالة وفاة خلال اليوم. فيما أعلنت وزارة الصحة تعافي 44 حالة إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 478 حالة.